السلام عليكم، كيفكن يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. وموضوع اليوم مثل ما ايش هالموسيقى يا شباب؟ ومنتج غير بسرعه. لا احا انا المنتج. مقطعنا اليوم راح يكون عن ايش القرف هذا. بكل بساطه فكره مقطع اليوم مثل ما لكم شايفين بالصوره المصغره افضل واسوا، قصدي افضل واسوا سكين لكل بطل موجود بلعبة براول ستارز. فقبل ما نبلش ونفوت بالموضوع بحمي كل واحد عنده فكرة او عنده شغلة بحب تجربها، خلينا نجربها مع بعض بالقناة. زين اكتب لي تحت بالتعليقات. وبس قبل ما نبلش المقطع لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناة. خلينا نبلش. بداية بحب اقول لكم انه التقييم رح يكون شخصي، يعني ما يجي واحد يقول لي انت اخترت هالسكين لا هالسكين احلى. التقييم رح يكون شخصي وحسب اعظم سكين موجود باللعبة، يعني كل بطل وله سكين حلو وكل بطل وله سكين بشع. وفي بعض الابطال يعني ما فينا نقول لا بشع ولا حلو، في بعض الابطال عندهم سكين واحد، فلهالسبب لا تنتقدوني. اضافة لذلك انا رح اقيم السكنات الموجودين اكيد مو برول العادية، ببرول فهمتوا علي انتو نيكي رح نقيم السكنات بما انهم موجودين فيه. وبس خلونا نكمل ورح نمشي مع بعض حسب الندرة ونبلش باول بطل واللي هي تشيلي. افضل سكن للبطلة تشيلي واللي هي تشيلي الساحرة، خصوصا زي جديد لون البنفسجي كتير حلو عليها، خصوصا بلون شعرها مع قطة افكتات ضربة شيء خرافي كتير. وأسوأ سكن إله اللي هو تشيلي قاطعة الطريق، يعني حقه 29 جوهرة وصرف جواهر على الفاضي، شكل ما حلو وما في تأثيرات حتى. تاني شخصية عنا إياها واللي هي نيتا، أجمد سكن لنيتا لحد هالله واللي هو نيتا نيان، شكل الدب كتير خرافي وإفكتات الضربة كمان خرافية، شكل نيتا مو زيادة حتى بس يعتبر أجمل سكن. وفينا كمان نحطه كمان كأجمل سكن إله هو نيتا الحوت، إفكتات شكل صوت الدب اللي صار حوت، حتى إني أنا بحب هالسكن خصوصا لأني مشتهي أشتري كتير، إذا صح اللي راح أشتري ما راح أصير أبدا. وأبشع سكن لنيتا نيتا الباندا، صرف جواهر على الفاضي مثل ما قلنا بسكن تشيلي. بطل اللي بعده واللي عنا هو كولت، أفخم سكن لكولت بدون منازع، كولت المتحدي او الكولت تشالنج، كولت البطولة اللي نزل حقه $5 $4.99 يعني 5 نفس الشيء. هذا السكن خرافي، افكتات ضربات شكل الجهاز. ما ابشع سكن لكولت هو كولت الشقي، يعني الكل بيعرف حقه 500 جوهرة، حتى كولت نجم الروك كلبس افضل من كولت الشقي. رقم 4 عنا البطل بول، افخم سكن للبطل بول بدون اي منازع ولا حدا يجادلني بول الفضائي، افكتات حركات ضربة سعر حلو حتى الصوت مغيرين. بدون جدال كمان أسوأ سكنين لبول أو أسوأ سكن واللي هو سكن الأزرق اللي نفسه الأحمر، فينا نقول أسوأ سكن. عنا البطل اللي بعده واللي هي جيسي، أفخم سكن وأعظم سكن وأرقى سكن باللعبة، جيسي القطة اللصة، الحمد لله أنا حسنت أقدر أجيبه من البطولة. أما أبشع سكن للبطل جيسي واللي هو جيسي دراغون او جيسي التنين الاحمر، ما هو بهالبشاعة بس يب كل سكنات جيسي فخمين، فينا نقول هذا ابشع واحد فيها. بالنسبة للبطل يلي بعده واللي هو بروك اللي ما نعرفانين كيف نحدد افخم سكن له، فينا نقول بروك افنجرز هو احلى سكن لبروك كشكل. اما بالنسبة لإفكتات في عنا احلى سكن واللي هو بروك الشاطئ بسبب انه وجود الامواج بعد ما تضرب ضربة بروك العادية، وفينا نقول كمان بروك على القمر، فلهالسبب جدال كبير على السكن الاجمل. يب في جدال على السكن الاجمل بس ما في جدال على السكن الابشع واللي هو سكن بروك الكلاسيكي اللي جانا مجاني. والله معنا البطل داينامايك العظيم الذي لا يعرف سكن ادو واللي هو مايك الالي، حجمه شكله نمط ضربته وتأثيراته وحتى عصفوره. بالنسبة للأبشع للأسف مثل بروك واللي هو دايناميك الكلاسيكي هو أبشع سكيل. ننتقل هلا على البطل بو تقريبا أحلى سكيل عنده واللي هو سكين هورس بو،
بسبب الإفكتات، تأثيرات الضربة، تأثيرات الفوز، تأثيرات الخسارة، الحركة، الشكل، الهيبة، كتير من الشغلات بتخليه يكون واحد من أجمل سكنات اللعبة. وسكننا الأسوأ أظن الكل يوافقني فيها، أسوأ سكن لابو واللي هو بو المحارب، يعني مجرد زلمة نفسه بس شيل حضميس. عنا هلا تيك أكتر بطل بحبه فعليا، سكناته كلها حلوة، ما فيني أقول أبشع وأحلى سكن، بس أحلى سكن إله وتيك رجل الثلج، لأني إله إفكتات الضربة محليته، حتى شكل الرأس حلو. وما بدي أقول أسوأ، بيجي تحته بمرتبة واللي هو تيك السلطعون. أنا ما بقول أسوأ لأني سكنات تيك كلها بالعامية حلوة. بطل اللي بعده إتبات العظيم الذي لا يعرف، أفخم سكن إله هو فيروس إتبات، وهذا من أفخم سكنات الموجودة باللعبة. أما أبشع سكن واللي هو إتوات الكلاسيكي، عم تلاحظوا كل شيء كلاسيكي عم بيجي بالمرتبة الأسوأ. البطلة يلي بعده واللي هي إمز، يلي فيها جدال على أجمل سكن إلها. في عنا بداية السكن الأول واللي هو إمز المعجبة، بس أنا بحسه كتير هيك يعني دخلي فيه شغلات وحلق وشنتي يعني كلهم من الأبطال، فبفضل هو إمز الدي جي. بالنسبة إلي أنا بفضلها كتير، حتى ياريت يكون عاملينها بين لأني هاد سكن أسطوري أسطوري، أنا بحب السكن هذا كتير. وأسوأ سكن واللي هو إمز الطالب، عنا هلا البطل ستو، أظن كلنا بنعرف إنه أجمل سكن إله واللي هو ستو السائق بلا رأس. أسوأ سكن موجود عنده واللي هو ستو النجم، جب هالسكن شيري بحسابي. وما بننسى أبدا بريمو يلي كمان فيه جدال، في ناس بتقول إنه أحلى سكن لبريمو اللي هو بريمو الملك، طبعا أنا بوافقهم الرأي، بس بحس في سكن أحلى من بريمو الملك، هو صحيح إفكتات شكل لماع حلو، لون حتى يعني الضربة كله حلو، بس أنا بقول سكن التايجرو أو البريمو النمر هذا أحلى، هيك برأيي بفضل أنا. وأسوأ سكن لبريمو اللي هو الكورازون، بس مجرد شكل من هيك بعتقد. هلا واللي عنا هو البطل بارلي، كمان في له جدال على سكنين. السكن الأول بارلي فارس وحيد القرن، إفكتاته حلوة، شكله حلو، حتى الأنيميشن تبعه حلو. كمان ما فينا ننسى سكن بارلي مدرب الكونغ فو، كمان يلي ناس تقول هذا أحلى من فارس وحيد القرن، فلا سبب اثنيناتهم بنفس السوية ضحتهم مشان ما حدا يزعل. وفينا نقول الأسوأ واللي هو بارلي الذهبي، حتى أسوأ من بارلي الأزرق والأحمر. ننتقل على بطلنا الأخير بهالجزء واللي هو بوكو. عنا بداية سكن بوكو قاطع الطريق اللي كنت تشتريه بالبرول باس اللي أنا جبته والحمد لله. وفي عنا كمان سكن بوكو العازف الجامح، سكن خطير وشكله حلو من الباد راندومز، فكمان هنين بنفس السوية، ما بحب أفضل حدا عند حدا. فهلا عنا أسوأ سكن إلو واللي هو بوكو القرصان. هيك بكون خلصنا الجزء الأول، إن شاء الله يكون عجبك المقطع، لا تنسى الاشتراك واللايك وتعملني بحسابي الإنستا اللي راح أترك لكم إياه بالوصف معروض على الشاشة. سلام.